بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية. على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة رابع الأشواط، رابع الأشواط المخصص لسن الجعدان لإذاع المهجنات الأصايل، هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل. 5 كيلومتر هي الرحلة الموفقة بانطلاقة هذا الشوط. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح. هناك الصدارة والقيادة، وأيضا أذهب إلى مقدمة هذا الشوط، ما شاء الله وضح هو من يتصدر قائمة هذا الشوط، عبد الله بن مبارك بن ثاني الشتبي مقدم لنا وضاح المركز الأول، بينما الوحش على المركز الثاني لسعيد بن سيف بن علي بن راهد بن كليب الشتبي محتل المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث أصبح من نصيب وافي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي. والمركز الرابع أصبح من نصيب مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن محمد بالضبيعة الشتبي المتابع أيضا لهذا الشعار. المركز الخامس حبلنا الكريم أصبح من نصيب شيذمان لراشد بن سعيد بن علي بن صرود، أيضا يقدم لنا شيذمان على المركز الخامس. والمركز السادس أصبح من نصيب اللي هو مقلوع لمحمد بن علي بن راشد الشتبي، أيضا مقدم لنا مقلوع على المركز السادس. والمركز السابع أصبح من نصيب الشبل لسويدان بن سعيد بن حضيرم الشتبي. والمركز الثامن أصبح من نصيب الطياري لعبد الله بن سعيد بن حضيرم الشتبي، أيضا مقدم لنا الطياري على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن حفلنا الكريم يتقدم في هذه اللحظات. هنا أيضا شعار جديد أيضا على المركز الثامن، من يحمل أيضا هذا الشعار اللي هو براك لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن علي بن راشد الشتبي، أيضا مقدم لنا براك على المركز الثامن. والمركز التاسع هنا أيضا في هذه اللحظات يتقدم هملول لعبيد بسويدان بن مصبح بن سالم الشتبي. هكذا حولنا الكريم كان النداء الأول إلى 10 المراكز الأولى المتقدمة، دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام. نعود والعودة حميدة بإذن الله تعالى، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله الوحش 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 على صدارة هذا الشوط أيضا، ويتربع على عرش القيادة، قيادة حكيمة مميزة ما شاء الله، يتصدر قائمة رابع الأشواط للجعدان للإذاعة المهجنات الأصايل. ونحن نغادر جسر لائحة 3 كيلومتر. والمركز الثاني أصبح من نصيب مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رافد سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن محمد بالضبيعة الشتبي شعار بن صرود، بدأ أيضا يشكل أيضا زاوية. يا سلام، هناك التغيرات اللي غير شيذمان سيطر على زمام الأمور لراشد بن سعيد بن علي بن صرود، أيضا يقدم لنا شيذمان ويطلق عنانة على مقدمة هذا الشوط، وهو من يسيطر على المركز الأول ويتربع على عرش القيادة. الوحش على المركز الثاني لسعيد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الشتبي، مقدم لنا الوحش على المركز الثاني. والمركز الثالث أصبح من نصيب مليح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رابي سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن محمد بضبيعة الشتبي. والمركز الرابع أصبح من نصيب وضاح لعبد الله بن مبارك بن ثاني الشتبي، أيضا مقدم لنا وضاح على المركز الرابع. والمركز الخامس أصبح من نصيب براق لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن علي بن رايد بن خفية الشتبي. دور المركز الخامس، أصبح من نصيب اللي هو هملول عبيد بسودان بن مصبح بن سالم الشتبي، يتقدم في هذه اللحظات شعار بن حضير محاضر أيضا مع الشبل، ومع أيضا هنا أيضا شعار مع الطياري. يا سلام، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، وأيضا شيذمان هو من يتربع على
عرش القيادة ما شاء الله يسيطر كل السيطرة، والوحش على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شيذمان يسيطر على المركز الأول، والوحش أيضا يتصدر المركز الثاني، وأيضا يا سلام شوف شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه النوعية المميزة الفريدة أيضا في من سلالات مميزة في عالم سباقات الهجن العربية الأصايل. يا سلام شيذمان على الصدارة، شيذمان على الصدارة، والوحش أيضا يطالب أنه يرجع بحقوقه إلى المركز الأول، ولكن شيذمان ما يسلم المهمة أبدا ابدا ابدا. يا سلام شيذمان ما شاء الله، ولكن لايحه 1200 ايضا ما تبقى عن خط النهايه، وشيذمان على الصداره ما شاء الله. راشد بن سعيد بن علي بن صرود هو من يقدم لنا شيذمان، والوحش اخواني يا سلام الوحش على المركز الثاني، والجعدان الثنينه اللي ايضا باعدا عن بقيه المراكز وانفردا انفراد كلي ما شاء الله تبارك الرحمن. شيذمان والوحش يا سلام يا سلام على ما اعتقد انها تستوي معركة طاحنة. الله يا سلام ما شاء الله، شوف شوف شوف، الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. الوحش هو من يتصدر قائمة هذا الشوط، ويدي عرض عرض يشكر عليه أيضا مالك أيضا الوحش سعيد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي ما شاء الله. لك عوايد لك عوايد لك عوايد يا بن كليب ما شاء الله، والوحش غني عن التعريف دائما مميز هذا أيضا، وله عوايد له عوايد ما شاء الله تبارك الرحمن، ما يرضى بالهزيمة أبدا 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 ما شاء الله. دور يلي تسبق الشاشة من وحات السير لي فيها النسا مريف ونعاشة صوت بالحمدي يزاغيها ما شاء الله. تهانينا تهانينا أيضا يا بالركاض، أيضا تحية 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 يا بالركاض إلى الوحش، وأيضا تحية إلى هذا الشعار، أيضا تحية نبغي تحية عن خط النهاية ما شاء الله تبارك الرحمن. الوحش على الصدارة، وزميلك يا بالركاض يصل إلى خط النهاية، وأجمل تحية من هذا الجمهور إلى هذا الشعار. تهاني لك يا أبو محمد، تهانينا لسعيد بن سيف بن علي بن رايد بن كليب يشتبي على فوز الوحش في المركز الأول، وتهانينا أيضا إلى هذا الشعار وإلى الوحش المركز الثاني. شيذمان لرايد بن علي بن صرود، والتوقيت الزمني 7:55 ما شاء الله، أفضل توقيت يسجل صباحي هذا اليوم تحت أقدام الوحش. تهانينا إلى الجميع، ألف مبروك والناموس، ونرحب أيضا بسالم بن ركاض العليلي، تهانينا إلى الجميع، ألف مبروك والناموس.